دمت عالراحة الولد هل الدمع ساحة يوم ريت النفس مجروحة يتبت الله الراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا كل مشاهدينا وتاني حلقة لينا في مكة المكرمة. الحمد لله امبارح عملنا وخلصنا العمرة وجميلة ومتيسرة، ألف حمد وشكر ليك يا رب. أحلى إحساس في الدنيا وأحلى رحلة في الدنيا، متعة ما بعدها متعة، خصوصا كل الأمهات اللي موجودين معانا وحالات برنامجنا النهاردة. إحنا طالعين السنة دي زي ما قلت لكم 160 من حالات وأمهات مثاليات في برنامجنا النهاردة، ربنا يتقبل ويزيد إن شاء الله كمان السنين الجاية ويقدرنا إن إحنا ندخل الفرحة على قلوبهم يا رب. عايزة أقول طبعا دعينا لكل الناس اللي طلبوا منا الدعاء، دعينا لكل اللي افتكرناهم مفتقدين، الناس كانوا المفروض يكونوا موجودين معانا في رحلة العمرة لكن حصل لهم ظرف صحي وربنا يشفي، ودعينا لهم كتير جدا ومفتقدينهم وفاكرينهم في كل مكان، لكن سبحان الله هم أخدوا النية وأخدوا التأشيرة ودفعوا الفلوس وعملوا كل حاجة، ولكن ربنا ما أذنش. لكن إن شاء الله يكون كل حاجة بنعملها هنا ياخدوا فيها الثواب معانا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قبل كده في غزوة من الغزوات، إنه طالما حبسهم العذر غصبا عنهم مش قادرين يجوا لكن كانوا واخدين النية، فإن شاء الله بالنية دي يؤجروا وياخدوا الثواب وياخدوا الأجر، وفي كل حاجة بنعملها نعملها ياخدوا الثواب معانا يا رب. يا رب ما تحرم حد من المتعة دي أبدا يا رب، رحلة العمرة مكة والمدينة، وربنا ييسر لنا بقية الرحلة وربنا يقدرنا ان احنا نسعد الناس اللي موجودين معانا اللي بجد فرحانين ومش مصدقين ان هم وقفوا قدام الكعبة وبيدعوا وبيصلوا وبيطوفوا وبيسعوا. يا رب ان شاء الله قدرنا انه كل سنة نطلع بألفات يا رب من عندك وربنا يتقبل. وتعالوا مشاهدينا نشوف تاني حلقة لينا من مكة المكرمة. إلى الله نمضي نشد الرحال ونخطو بشوق إلى ربنا، وعدنا الإله وخير الوصال يكون ببر إلى وعدنا. إليه نسير وخير المسير، إلى الله إنا وحيث المنى. عبرنا السماء وجبنا الدنا، مع الله إنا نلاقي الهنا، مع الله إنا نلاقي الهنا. السلام عليكم. أنا طبعا برحب بيكم كلكم وإحنا موجودين النهاردة في مجلس أنوار مكة الأشراف آل الوزاني، إحنا بنشكرهم طبعا. والنهاردة هنكون موجودين في المجلس ده، النهاردة برحب كل أمهات رحلة العمرة في برنامجنا النهاردة، إن شاء الله تكونوا مبسوطين وكله عمل العمرة وفي عمله عمرتين وتلاتة، ربنا يتقبل يا رب المجهود ده وإن شاء الله ثواب كبير هنلاقيه عند ربنا وربنا يتقبل كل دعائكم. أنا طبعا هبدأ وأشكر الشيخ أحمد الطلحي على طول معانا في الخير، ربنا يكرمه
بشكر طبعا المستضيفين النهارده، ربنا يكرمكم. شكرا. هنبدا النهارده المجلس بتاعنا اللي هيكون فيه فقرات مختلفه ان شاء الله بالقران الكريم، وهنسمعه من مهند السادات. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من سار على درب سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. نتشرف آل الوزان في مكة المكرمة باستقبالكم كضيوف للرحمن، وضيوف علينا وعلى أهل مكة وفي بيوتنا وفي حياتنا. أضفتم اليوم إلينا سعادة وأضفتم إلينا لمسة جميلة، أتحت لنا فرصة لاستقبالكم وأن أعبر لكم أنه أهل مكة والحمد لله بفضل من الله أنه يستقبل ضيوف الله في أي وقت وفي أي مكان وعلى مدار العام. أنستم ونورتم البيت ونورتم المجلس، ونتشرف أنه جيتوب، ونشكر أخونا حبيبنا الشيخ أحمد الطلحي على هذه المناسبة وهذه الفرصة السعيدة، ونرجو من الله العلي العظيم أن يتقبل منكم أعمالكم وأن يجازيكم خير الجزاء على كل تعب تعبتوه، على كل خطوة خطوتوا فيها في هذا البلد الحرام، ومن بداية مشوار رحلتكم المباركة هذه أنه يكتب لكم على كل خطوة حسنة ويضاعف حسناتكم حتى يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة ولم يكن له ولد، ونصلي ونسلم على خير نسل آدم وولد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى على دربه. ثم أما بعد، بعد إذ بدء نرحب بكم في مكة المكرمة في مهبط الوحي في مبدأ الإسراء والمعراج في هذا الشهر الفضيل شهر رجب من عام 1437. فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. يطيب لنا نيابة عن الأشراف آل الوزان في مكة المكرمة أن نتقدم لكم بالتهنئة بشهر رجب المبارك، وكذلك بالترحيب الحار، ونفتح لكم صدورنا قبل أن نفتح لكم مجالسنا، فحياكم الله بيننا. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة، وأن يقبلنا وإياكم على عيوبنا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أنا مرة تانية برحب بكل الأمهات اللي معانا في عمرة برنامجنا النهاردة السنة دي، وربنا اللي اختاركوا وجعلنا بس سبب انكم تكونوا موجودين هنا، وانا شفت في العمره قد ايه فرحتكم، والحمد لله ما فيش اكرم من ربنا، هو اللي استجاب دعائكم وهو اللي اختاركم تكونوا موجودين هنا دلوقتي في مكه وتعملوا العمره وتدعوا ربنا يتقبل يا رب ان شاء الله العمره والدعاء، ويديكوا الصحه وييسر الباقي كمان في مكه وفي المدينه، ونرجع كلنا بلدنا ان شاء الله على خير، وربنا ما يحرمنا منها أبدا، وتيجوا إن شاء الله معانا في الحج بإذن الله. آمين يا رب.
شيخ أحمد الطلحي، عايزين نسمع من حضرتك كلمة. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، وأفضل النعماء قولي لك الحمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. يقول قائلهم: ما كل من ذاق طعما نال لذته، من لم يذق طعم حب الله لم يذوق. نحن وإياكم مشاهدين الكرام، المعتمرين، الزوار، حجاج بيت الله، في ساعات وفي لحظات عظيمة وأنفاس كريمة. هذه الأوقات تصب فيها الرحمات صبا. قد رأينا منذ قليل عندما وفدنا من نزولنا المبارك في هذه البلدة المباركة إلى هذا المجلس المبارك، نحن وإياكم في البلد الأمين، ونحن وإياكم اليوم نحل ضيوف على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أشراف هذه البلدة المباركة، بلدة طيبة ورب غفور، وبيت منسوب لبيوتات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بيت وبساط يمد لإكرام ضيوف الرحمن تبارك وتعالى. هذه الصفات عندما وفدنا إلى هذا المجلس بدأت الأمطار تنزل قطرة فقطرة فقطرة، حتى وصلنا إلى هذا الباب وإلى هذه اللحظة والرعد والأمطار، ولله الحمد والمنة على هذه الفضائل. هذه إشارة يا إخوان، وهذه بشارة. الإشارة أن الله سبحانه وتعالى يقول: تأمل، بعض علمائنا يقولون: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت سطرها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم بعد ذلك وفادة في هذه اللحظات بهذه الأمطار، والحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: شهر رجب شهر الله الأصب الذي تصب فيه الرحمات صبا. واليوم نرى هذه الرحمة، اللهم اجعلها حوالينا لا علينا يا رب العالمين، اجعله صيبا نافعا يا كريم، واللهم اغسلنا به من جميع الذنوب الظاهرة والباطنة. أحبتنا الكرام، أهلا بكم ومرحبا في شهر رجب، شهر رجب الأصب، شهر الرحمات، هذا الشهر الكريم الذي واسى الله سبحانه وتعالى نبيه الحبيب سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم تسليم. فبعد حادثة الشعب وحصار الشعب الذي سمي بذلك العام أو سمي ذلك العام بعام الحزن لفقدان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شمعتين من شمعات الدنيا، السيدة خديجة رضوان الله عليها زوجته التي صدقته حين كذبه الناس، وآوته حين خذله الناس، ونصرته حين ابتعد عنه الناس عليها رضوان الله وسلامته عليه، التي سلم عليها الله سبحانه وتعالى وأرسل لها السلام مع جبريل. خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها حبيبة رسول الله، زوجته الأولى، ومن اكتشفت أو كانت واقفة بجواره في أوائل دعوته، حيث توفيت في عام الحزن ذلك العام الذي تبع حصار الشعب. وكذلك عمه أبو طالب الذي كان يرعاه وكان حافظا له بعد الله سبحانه وتعالى ومعينا له ضد قريش. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام إلى الطائف لدعوة أهل الطائف، باحثا عن بيئة جديدة يدعو الله فيها. وعند عودته لم يستطع الدخول إلى مكة، طبعا أهل الطائف أردوه، وحصل ما حصل من قصة قذفه بالحجارة وملاحقة الأطفال والجهال لسيدنا صلى الله عليه وسلم وصبره على هذا المجال. ووصل إلى مكة ولم يستطع أن يدخل لها إلا بضمين يضمنه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان مغتم حزين، هو يعلم صحيح بأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، هو يعلم بأن هذه مجرد فترة وتنقضي، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يواسي حبيبه صلى الله عليه وسلم، فأرسل له جبريل عليه السلام بالبراق. وقدر الله عز وجل أن تكون في هذا الشهر المبارك حادثة الإسراء والمعراج. فوصل جبريل عليه السلام إلى سيدنا محمد ومعه البراق، وأمر بالإسراء إلى المسجد الأقصى. لاحظوا يا أحبة، فخر
البراق بسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتطي البراق انتفض البراق فخرا بأنه سوف يمتطيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن انطلقت هذه الرحلة المباركة من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى المبارك التي قال عنها المولى عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدة أماكن وهنا لنا وقفات. مر بالمدينة المنورة، يقول: مررت بأرض ذات نخل، أو كما جاء في الحديث. فأمره جبريل، قال له: انزل فصلي. فنزل صلى الله عليه وسلم وصلى، وبعد أن رجع من الصلاة سأله جبريل، قال: أتدري أين صليت؟ قال: لا. الله قال: لا. فقال جبريل عليه السلام: قال: صليت بطيبة وإليها المهاجر. وهذه إشارة بأنه سوف تخرج من مكة، ما من نبي إلا أخرجه قومه، سوف تخرج من مكة وستكون إقامتك في المدينة. وبدأ في رحلته حتى مر ببيت لحم، قال: انزل فصلي. أين صليت؟ فسأله مرة أخرى: أين صليت؟ فقال: لا، الله أعلم. فقال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى. ومر أيضا وصلى بعدة أماكن أمره بالصلاة بها. هذه القصة أو هذه الوقفات رسائل لمن يقول لنا: لا تتبرك بالمجان المكان الفلاني، وهذا المكان ليس مكان تبرك وليس ما فيه بركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوقفه جبريل في هذه القصة، في قصة الإسراء والمعراج، في المدينة ليصلي ركعتين ويبارك في المكان هذا، كذلك في بيت لحم، كذلك في الأمور الأماكن التي مر بها، حتى وصل سيدنا صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة، فرض عليه 50 صلاة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم، طبعا في نزوله مر بالسماوات حتى وصل إلى سيدنا موسى. سيدنا موسى له فضل كبير على هذه الأمة، فقد خففت الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بمراسلة سيدنا موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ومراجعته بأن يرجع إلى ربي ويسأل التخفيف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والمثوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله ومن نعمه ومن آلائه، أن يفتح علينا فتوح العارفين، أن يتقبل منا جميعا أعمالنا، صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يدخل أن يمتعنا الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام الفضيلة بجوار الكعبة المشرفة، وأن يمدنا ويمدكم من الأسرار التي أودعها في هذه البلد ولأهل هذه البلد وللسيدة خديجة رضوان الله عليها، وأيضا بأسرار الناس والأولياء الصالحين الموجودين في هذه البلد وفي كل بلد. نسأل الله سبحانه وتعالى الحنان المنان بديع السماوات والأرض والجنان، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أرحمنا برحمة منك يا رب العالمين. يا أرض مكة والحنين يهزني ويهز قلبا هاج من ذكراك، أشتاق سبعا أن أطوف فأرتمي بالحجر وحدي تحت طهر سماك، أدعو إلهي في حماه وأرتجي نورا لقلبي من عظيم ضياك، أشتاقه القرآن أتلو آيه وصدا لصوتي في فسيح رباك، أشتاقها الدعوات في غسق الدجى في بيت رب منعم يرعى. أواصطيع ركضا جئتك وملأت عيني من جميل رؤاك، اتبت الله وادعي خالقي واشلي الخطية، واطعمك يا بئر زمزم شربة الصاد هنية، اتبت الله وادعي، اتبت الله وادعي خالقي واشلي الخطية، واطعمك يا بئر زمزم شربة الصاد هنية، يا مسافر حضوري بالسفر قبل المنية، يا
دلوقتي احنا نسمع من فرقة بنو مكة لمدح النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك علي وعلى آله. بين البان والعالم أحل سفك دمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي. جرح الأحبة غير والغوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي. لزم باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله محمد صفوة البال ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسم. وصاحب الحوض يوم الرسل، وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود، متى وجبريل الأمين ضمي. سرت بمولده أم القرى فنشا في حجرها وهو طفل بالغ حلمي. أسرى بك الله ليلا ويا محمد هذا العرش فاستلمي. يا ربي بالمصطفى بلغنا مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم حي الهادي بذكرى الإسراء صلوا معنا يا حضار. حي الهادي بأمل ذكرى صلوا معنا يا حضار، فهو عماد
طه المختار صلوا مع أنا حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبينا طه سار ليلا ثم دنا فتذلى هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتذلى وهو بالأفق الأعلى حبا واحد ستار وهو بالأفق الأعلى حباه واحد ستار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار صلوا معاد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثاني ياتيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أيها المبعوث فينا قد شرح الله صاد بمديح رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ووقفت على الأعتاب وبكيت له وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعوة قلب العلي لا ترياق رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أم ربي واجعل مجتمع غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطايا صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Thank you.
النهاردة مبسوطين معاك وطيرين من الفرحة معاك. آخر حلاوة وحاجة حلوة كويسة وبنحلم بيها طول عمرنا وربنا حققها لنا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، رحلة جميلة وإن شاء الله ربنا يكمل على خير بالمدينة وعقبال كل سنة. وبنشكر قناة النهار ودعاء كل الناس الحلوة اللي طلعت الناس الجميلة دي والأمهات الجميلات دول، ربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير كلكم ان شاء الله، عمره مقبوله كلنا ان شاء الله. مش عارفه يعني ما عنديش اي كلام حلو اقوله لكم اكتر من ربنا يبارك لكم ويكبر خاطركم يا رب ان شاء الله، زي ما انتوا عملتوا معانا احسن حاجه كده، وربنا يكرمكم ويسعدكم كلكم يا رب ويديكم كمان وكمان يا رب باذن الله. ربنا يصلح لكم حالكم كلكم يا رب ان شاء الله. يعني ما فيش اي كلمه الواحد يقدر يقولها غير يعني اللي انتوا بتعملوه معانا بامانه ربنا، على ذوقكم وواجبكم وكل حاجه كده ان انتوا معانا، ربنا يبارك فيكم يا رب. بقول لكم حلم العمر اللي احنا كنا بنتمناه من الطريق اللي احنا شفناه والتعب اللي احنا شفناه اتحقق لنا النهارده، شهاده لله، جزاهم الله كل خير والحاجات الحلوه اللي احنا شفناها، وربنا معاهم وربنا يكتر في اموالهم، يكتر في زكاهم، يكتر في حسناتهم يا رب. ومش عايزه اقول لك ان احنا بدك اكثر ما ودنا للنبي، ده أكثر ما هم عملوا لنا اللي احنا ما كناش نحلم بيه. كان النهارده يوم سعيد 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 جدا، واحنا مبسوطين بيكم جدا جدا، وربنا يسعدكم يا رب، ربنا يسعدكم. احنا بنشكركم لان انتوا تعبتوا قوي، ودي حاجه باينه قوي والله ان انتوا استف العمل كله تعب. احنا بنشكركم على كل حاجه حلوه عملتوها معانا وعلى كل اللي ساعد في ان احنا نطلع العمره دي. اسعد حاجه فرحت بيها والله العظيم، هو في حد يعني يشوف الكعبه كده واغاني النبي دي وما يفرحش؟ فرحت طبعا، وما تعرفش فرحت قد ايه، وقلبي فط مني كده والله، ربنا اللي يعلم. اسعد حاجه الحج، اسعد حاجه والله، احلى حاجه في العمر والله. وربنا يا اولاد ربنا يديكم الصحه ويخليكم ويجازيكم خير يا رب، يجازيكم خير على اللي انتوا عملتوه معانا، واحنا فرحنا قوي والله واسعدتونا، ربنا يسعدكم يا رب. ربنا يكتر من امثالكم يا رب كلكم، ويجعلكم ان شاء الله تدوا كمان وكمان وكمان، ويجعلكم يا رب سعداء دنيا واخره باذن الله يا رب. انا عيطت من الفرحه والله، عيطت من الفرحه بصراحه. وانا يعني الحمد لله ربنا ناولنا عمره وربنا تقبل مننا يا رب. كنتش احلم بيها بصراحه، متعه جميله قوي، وربنا يخليكم ويديكم الصحه وبال العوده يا رب، بل الحجه الكبيره. انا مبسوطه قوي اللي انا ربنا اعطاني الحجه دي، ومتشكرين متشكرين خالص، وربنا يكرمكم يا رب. مبسوطين من العمره دي والله، يسعدهم ويهنيهم اللي هم السبب، يخلي عيال ابو دعاء وعيالها وينجيكم كلكم يا رب كده، ويوسع عليك وفكوا شر المرض. الله يسلمكم، زي ما انبسطتونا وكرمتونا وشرحتوا قلبنا، ربنا يجعل في ميزان الحسنه ان شاء الله ويكرمكم ويديكم على قد نيكم يا ابني، ده ملي في الخير دايما سبقين ان شاء الله. ربنا يا ابني يكرمكم وربنا يقدركم على الخير دايما. انبسطنا جدا جدا جدا، ربنا يخليك ويباركك يا رب يا ابني بجير سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام. انبسطنا يا رب كلهم عمر ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله يخليك يا رب ويعلى ميزان حسناتك يا رب العالمين. مكة عروسة والمدينة منورة، مكة عروسة والمدينة منورة. طيبة أشرقت بالليل أنوار، فلاح منها لأهل الركب أسرار، تمايل الركب حين هب ريح قبى
كأن ريح قبال أهل الركب خمار. يمم نحو المدينة دارا